تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات، النموذج الثاني. الموضوع موجود على القناة في كوميونيتي من أجل الطباعة وإعادة حله. لا تنسوا الدخول على القناة للاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إذا نبدأ في حل الاختبار معا. التمرين الأول، أنجز العمليات الآتية: 27 ضرب 1000، 145 ضرب 100، 1060 ضرب 10. نبدأ بالعملية الأولى، 1060 ضرب 10، نضرب في 10، نكتب العدد 1060، نحسب عدد الأصفار، صفر، نضيف صفر. نفس الشيء، 145 ضرب 100، نكتب العدد 145، ونضيف عدد الأصفار، صفرين. 27 ضرب 1000، نكتب العدد 27، ونضيف عدد الأصفار، 1 2 3، 1 2 3. الضرب في 10، في 100، في 1000، نضيف، نكتب العدد ونضيف عدد الأصفار. 1060 ضرب 10 يساوي 10600، 145 ضرب 100 يساوي 14500، 27 ضرب 1000 يساوي 27000. ننتقل إلى التمرين الثاني. رتب الأعداد الآتية ترتيبا تنازليا. ترتيب تنازليا معناه من الأكبر إلى الأصغر. لدينا الأعداد 56784، 56800، 5999، 400000، 57000. إذا من أجل الترتيب نعين، لدينا الوحدات، عشرات، المئات، منزلة الآلاف. نعين منزلة الآلاف، 57 وحدات، عشرات، مئات، منزلة الآلاف، وحدات، عشرات، مئات، منزلة الآلاف، منزلة الآلاف، ومنزلة الآلاف. نرتب الأعداد ترتيبا تنازليا من الأكبر إلى الأصغر. ما هو العدد الكبير؟ 57400، 5، 56، 56. أحسنتم، 400000. والعدد الكبير ترتيب من الأكبر، أين هو العدد الأكبر؟ 57، 56، 56. أحسنتم، 57000. أكبر، نواصل. لدينا 56800، 56000، 56، 56، 700، 800. أحسنتم، 800 هي الأكبر. إذا نكتب 56800، أكبر، نواصل. 56784، أكبر، عدد الصغير هو 5999. إذا من العدد الكبير إلى العدد الصغير، ترتيب تنازلي. نلتقي إلى التمرين الثالث. أكمل ملء الفراغ في الجدول التالي. لدينا المستطيل، شكل مستطيل، لدينا المحيط، العرض، والطول. الحالة الأولى، لدينا المحيط، أعطونا المحيط، أعطونا العرض، المطلوب هو حساب الطول. الحالة الثانية، عندنا الطول، عندنا العرض، المطلوب هو حساب محيط المستطيل. الحالة الثالثة، لدينا الطول المستطيل ولدينا محيط المستطيل، المطلوب هو حساب عرض المستطيل. إذا نبدأ بالحالة الأولى، المطلوب هو حساب طول المستطيل. المستطيل هذا يسمى الطول، هذا العرض، وهذا كله محيط المستطيل. هذا محيط المستطيل، طول المستطيل، عرض المستطيل. لدينا المحيط المستطيل يساوي 54، ولدينا عرض المستطيل يساوي 12. المطلوب هو حساب طول المستطيل. أولا نحسب نصف محيط المستطيل. نحسب هذا نصف محيط المستطيل. إذا لدينا المحيط 54، نحسب نصف محيط المستطيل، ونصف المحيط ماذا يساوي؟ نصف المحيط يساوي المحيط، أحسنتم، قسمة 2. المحيط قسمة 2، نجد نصف محيط المستطيل. إذا المحيط كم يساوي؟ 54
عملية قسمة قسمة اثنين، نجي العملية عمودية 54 قسمة اثنين، نأخذ العدد الأول 5 و2، 5 قسمة اثنين، ما هو العدد الذي أضربه في اثنين لنتحصل على 5؟ لدينا 2 ضرب 2 تساوي 4، 3 ضرب 2 تساوي 6، 6 أكبر من 5، إذا نأخذ أحسنتم نأخذ 2، 2 ضرب 2 تساوي 4، نكتبهم 4، عملية الطرح، 5 ناقص 4 يساوي 1، لم ننتهي بعد، لا يزال يوجد أرقام، ننزل 4، صارت 14 قسمة 2. كم تساوي؟ ما هو العدد الذي أضربه في 2 يساوي 14؟ أحسنتم 7، 7 ضرب 2 14، نكتب 14، 7 ضرب 2 14، عملية الطرح تساوي، هل انتهينا؟ نعم انتهينا، كل الأرقام قسمناها 5، 4 نزلنا، لم يبقى الأرقام، إذا 54 قسمة 2 تساوي 27، ماذا يمثل 27؟ هو نصف محيط المستطيل، وجدنا نصف محيط المستطيل هو نصف 54 وهو 27، إذا الآن يمكن حساب الطول، ماذا يساوي الطول؟ الطول يساوي نصف المحيط ناقص العرض، إذا لدينا الطول المستطيل يساوي نصف المحيط ناقص العرض، كم يساوي نصف المحيط؟ وجدنا 27 ناقص العرض، لدينا 12، 27 ناقص 12، نجد العملية عمودية، 27 ناقص 12، 7 ناقص 2 تساوي 5، 2 ناقص 1 تساوي 1 تساوي 15، إذا وجدنا طول المستطيل هو 15. نعيد شرح الطريقة، لدينا المحيط، لدينا العرض، المطلوب هو حساب الطول، أولا نحسب نصف المحيط، نصف 54 وجدناه 27، لما نجد نصف المحيط نطرح 27 نصف المحيط ناقص العرض، نجد الطول، 27 ناقص 12 تساوي 15، ننتقل إلى الحالة الثانية، الحالة الثانية لدينا العرض ولدينا الطول، المطلوب هو حساب محيط المستطيل، محيط المستطيل ماذا يساوي؟ محيط المستطيل يساوي الطول ضرب 2 زائد العرض ضرب 2، يحفظ الطول ضرب 2 زائد العرض ضرب 2، إذا القانون هو المحيط هو الطول في 2 زائد العرض في 2، لدينا الطول 21، إذا 21 ضرب 2 زائد كم يساوي العرض؟ 17، 17 ضرب 2، نواصل 21 ضرب 2، نجي العملية عمودية، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 2 4، 42، 17 ضرب 2 كذلك نجري العملية عمودية، 2 ضرب 7 14، 2 ضرب 1 2 والواحد 3 تساوي 34، نجمع 4 تساوي 6 و نعم نجمعها، 42 زائد 34 تساوي 76، العملية تجرى على ورقة خارجية، إذا تحصلنا على المحيط يساوي 76، نعيد شرح، محيط المستطيل يساوي الطول ضرب 2 زائد العرض ضرب 2، الطول 21 ضرب 2 وجدناه 42، العرض ضرب 2 17 ضرب 2 وجدناه 34، جمعناهم وجدنا 76، إذا المحيط المستطيل هو 76، الحالة الثالثة لدينا المحيط والطول، المطلوب هو حساب العرض، نفس الطريقة الحالة الأولى، نحسب نصف المحيط، نصف المحيط يساوي أحسنتم المحيط قسمة 2،
قسمة اثنين. كم يساوي المحيط؟ 90. 90 قسمة اثنين. نجري العملية عمودية. 90 قسمة اثنين. خذ اثنين تسعة. ما هو العدد الذي أضربه في اثنين لأتحصل على تسعة؟ ثلاثة في اثنين ستة. أربعة ضرب اثنين ثمانية. خمسة ضرب اثنين عشرة. خمسة ضرب اثنين عشرة. أربعة ضرب اثنين ثمانية. إذا ماذا نأخذ؟ عشرة أكبر من تسعة، لا نأخذها، نأخذ أربعة. أربعة ضرب اثنين ثمانية، نكتب ثمانية، نطرح تسعة ناقص واحد يساوي واحد. لم ننتهي بعد، ننزل الصفر. عشرة قسمة اثنين، ما هو العدد الذي أضربه في اثنين لأتحصل على عشرة؟ أحسنتم، خمسة. خمسة ضرب اثنين عشرة، نطرح نجد صفر. نزلنا قسمنا تسعة وقسمنا صفر. إذا تسعون ناقص اثنين تساوي، أحسنتم، خمسة وأربعة. وجدنا نصف المحيط، لم نجد بعد العرض. ماذا يساوي العرض؟ يساوي نصف المحيط ناقص الطول. العرض يساوي نصف المحيط ناقص الطول. إذا لدينا نصف المحيط 45 ناقص الطول 25. نجري العملية، تساوي 45 ناقص 25. 5 ناقص 5 صفر، 4 ناقص 2 تساوي 2. إذا نجد 20. وجدنا العرض، عرض المستطيل هو 20 سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر. إذا ماذا فعلنا؟ أعطونا المحيط مع الطول، يجب إيجاد نصف المحيط. 90 ناقص 2 وجدناها 45. ثم نطرح نصف المحيط، نطرح الطول من نصف المحيط. 45 ناقص 25 تحصلنا على 20. نعيد مراجعة كل الحالات. إذا الحالة الأولى والحالة الثالثة متشابهان. الحالة الأولى لدينا المحيط المطلوب حساب الطول، نحسب نصف المحيط لما نجده نطرح منه 12. هنا نحسب نصف المحيط، نطرح منه الطول، نجد العرض. الحالة الثانية لدينا الطول، لدينا العرض. محيط المستطيل يساوي الطول ضرب 2 زائد العرض ضرب 2. 21 ضرب 2 نحسبها، 17 ضرب 2 نحسبها، ونجمع نجد 76. إذا نلتقي إلى التمرين الثالث أو التمرين الرابع. أكمل ملء جدول التناسبية باستعمال الجمع. لدينا جدول تناسبية، نكمله باستعمال طريقة الجمع. لدينا عدد الخبزات 9. 9 خبزات ثمنها 90 دينار. 3 خبزات ثمنها 30 دينار. 12 خبزة لا يوجد الثمن. 15 كذلك. 18 كذلك. باستعمال الجمع، إذا ماذا نلاحظ؟ 12 خبزة، ماذا تساوي 12؟ باستعمال الجمع تساوي 9 زائد 3. 9 10 12، إذا تساوي 9 زائد 3. ثمن 9 خبزات زائد ثمن 3 خبزات. ثمن 9 خبزات هو 90. ثمن 3 خبزات هي 30. نجمع نجد 90 زائد 30 120. 120 دينار. الحالة الثالثة 15، أو الحالة الرابعة 15 خبزة. كيف نجد 15؟ لدينا 9 3 12 تساوي، أحسنتم، 12 زائد 3. نأخذ ثمن 12 خبزة زائد ثمن 3 خبزات. ثمن 12 خبزة هو 120، وثمن 3 خبزات هو 30، إذا تساوي 150. إذا 15 خبزة ثمنها 150 دينار، 12 خبزة ثمنها 120 دينار. الآن لدينا 18 خبزة. كيف أتحصل على 18؟ لدينا 9 3 12 15، أحسنتم، تساوي 15 زائد 3. نأخذ ثمن 15 هو 150، ونأخذ ثمن 3 خبزات هو 30. نجمع نتحصل على 108. إذا ثمن 18 خبزة هو
180 لنا. لم أستعمل الضرب بل استعمل طريقة الجمع. نلتقي إلى الوضعية الإدماجية. عند جهينة 2820 جوهر، صنعت منها عقودا في كل عقد 25 جوهر. السؤال الأول، ما هو عدد العقود التي صنعتها جهينة؟ السؤال الثاني، ما هو عدد الجواهر الباقية؟ باعت جهينة العقد الواحد ب 150 دينار. السؤال الثالث، ما هو ثمن بيع كل العقود؟ نعيد شرح الوضعية. عند جهينة 2820 جوهر، لها جوهرات عددهم 2820، صنعت منها عقودا، صنعت عقود في كل عقد 25 جوهرة، هنا 25 جوهرة، هنا 25 جوهرة. ما هو عدد العقود التي صنعتها؟ ماذا تفعل جهينة؟ إنها توزع الجوهرات على العقود 25، ثم توزع 25، ثم توزع 25. إذا نستعمل عمليات، أحسنتم، عملية القسمة، إنها تقسم الجوهرات على العقود على 25، 25 هنا، 25 هنا، إنها تقسم. إذا عملية القسمة نكتب 2825 قسمة 25. نجري العملية عمودية، 2820 قسمة 25، لدينا 25. نأخذ 2، 2 لا نستطيع قسمته على 25 صغير، نأخذ 28. ما هو العدد الذي أضربه في 25 لأتحصل على 28؟ 1 ضرب 25 تساوي 25، 2 ضرب 25 تساوي 50. إذا نأخذ، أحسنتم، نأخذ 1. 1 ضرب 25 تساوي 25، عملية الطرح، 8 ناقص 5 3، 2 ناقص 2 0. لم أنتهي بعد، أنزل 2، 32 تصبح 32 قسمة 25. نأخذ 2، 2 ضرب 25 50 كبيرة، نأخذ 1، 1 ضرب 25 يساوي 25. نطرح 2 ناقص 5 لا أستطيع وأوجعه، 12 ناقص 5 5 6 7 8 9 10 11 12 7، 3 ناقص 3 0. لم أنتهي بعد، أنزل الصفر. كل مرة أنزل العدد الذي قبله، 70، 70 قسمة 25، 2 ضرب 25 تساوي 50. نجرب 3، 25 ضرب 3 15، 75، 3 أكبر من 70، 75 أكبر من 70. إذا نأخذ 2، 2 ضرب 25 تساوي 50، نطرح 7 ناقص 5 2. انتهيت، نعم انتهيت، أخذنا 28، 2 كل الأرقام قسمتها، إذا تحصلت على 112. نكتب النتيجة، 2820 قسمة 25 يساوي 25 ضرب 112 زائد 20، المقسوم، القاسم، الحاصل والباقي. المقسوم، القاسم، الحاصل والباقي. إذن الحاصل هو عدد العقود. إذن السؤال، ما هو عدد العقود التي صنعتها جهينة؟ الجواب، عدد العقود التي صنعتها جهينة هو كم؟ 112. 112. سؤال ثاني، ما هو عدد الجواهر الباقية؟ إذن السؤال، كم بقية؟ قسمنا 2820 على 25، تحصلنا الحاصل هو 112 والباقي هو 20. الباقي، إذا نجي مباشرة، عدد الجواهر الباقية
اليتيم كم هو أحسنتم هو عشرون، الباقي هو عشرون. نواصل وضعها، أجبنا عن السؤال الأول. السؤال الثاني، باعت جهينة العقد الواحد، عقد الواحد باعت بثمن بمئة وخمسون دينار، مئة وخمسون دينار، هذا مئة وخمسون دينار، هذا مئة وخمسون دينار، كم لديها من عقد؟ أحسنتم، لديها 112. إذا تحصل على ثمن بيع كل العقود، عملية جيد، عملية الضرب، عدد العقود ضرب ثمن العقد الواحد. إذا 112 عدد العقود ضرب ثمن العقد الواحد. دوش في العملية عمودية، 112 ضرب 150. لما يكون لدينا رقم الوحدات صفر، لا نضرب، نتركه هكذا، ثم نضيفه في آخر. لدينا 5 ضرب 2 يساوي 10، 10، 5 ضرب 1 5 والواحد 6، 5 ضرب 1 هو 5، 5 نضربها في 2 ثم في 1 ثم في 5 في 2 10، 5 في 1 5 1 6، 5 في 1 5، أن 1، 1 ضرب 2 2، 1 ضرب 1 1، 1 ضرب 1 1، عملية الجمع 0 8 6 1، لا ننسى الصفر، نضيف الصفر. إذا تحصلنا على 16800. نجيب عن السؤال، ثمن بيع كل العقود، هو كم؟ أحسنتم، 16800 دينار. نعيد شرح الوضعية بسرعة. إذا جهينة كان لديها 2820 جوهرة، ماذا فعلت؟ صنعت منها عقود، وضعت في كل عقد 25 جوهرة. إذا قامت بتقسيم الجوهرات إلى 25 25 25، إنها تقسم الجوهرات. جرينا عملية القسمة، 2820 قسمة 25، وجدنا الحاصل 112 والباقي 20، معناه بقي لها 20 جوهرة. سؤال، ما هو عدد العقود التي صنعتها؟ 112، عدد الباقي هو 20. ثم باعت العقود ب 150 دينار للعقد الواحد، عقد واحد ثمنه 150، لديها هي 112 عقد. إذا هذا 150، 150، جرينا عملية الضرب، 112 ضرب 150، وجدناه 16800 دينار هو ثمن بيع كل العقود. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.